لم تكن الخطة بهذا الشكل أبدا. كان كل القادة العسكريين وأنا وحتى السيد القائد العام الدكتور حيدر العبادي مع أن ننقل المعركة خارج المدينة بأي طريقة من الطرق، وكان القوات المتفق أن تشارك في تحرير المدينة لم تكن هذه القطاعات، قطاعات أخرى محددة أيضا. ولكن أنا كنت بعيد، لا أدري ما الذي حصل بحيث تغيرت الخطة أن تطوق مدينة الموصل ولا يسمح للدواعش بالخروج إلى منطقة قتل متفقين عليها ممكن أن كان يستهدفون في هذه المنطقة، وتكون الخسائر أقل بكثير سواء على مستوى تدمير المدينة أو المدنيين. ولكن تدري هاي معركة وأنا كنت بعيد عنها، ما أعرف الحيثيات، ممكن أن يكون اضطر القادة العسكريين على اتخاذ القرار وتكون المعركة بهذه الصورة. بس لو تراجع مسيرة القتال مع داعش، ايش قد وضعت مصدات حتى ما نوصل؟ انا اتذكر تذكرون صارت استجوابات وزراء بما فيهم وزير الدفاع، صح؟ وكان احنا نريد نبدي عمليات الموصل خلال شهر ونص. قلت لهم انطوني مهله، اعطونا مهله اذا تعودكم شيء عليه بعدين اجلوها. قالوا لا احنا نريدك بس سوي الموصل. بسطت لك ايش كلام مباشر من اطراف عراقي؟ مباشر مباشر، قالوا ما نريده يوصل الموصل، مباشر قالوا ما نريده يوصل الموصل.